السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. مثل ما كان متوقعا، يعني مش حاجه جديده ولا اختراع يخترع جديد، اي اخترعوا لنا ماجر في الجود، انا نسميه ماجر في الجود. قلناها في الفيديو السابق وزيدوا نعاودوا نذكروكم، قلنا لكم باللي عندنا فرضيات. اوكي، متفاهمين في هذا الشيء؟ عندنا فرضيات، عندنا لاعبين عندهم الامكانيات الفرديه، لكن هذم اللاعبين اللي عندهم الامكانيات الفرديه عندهم اخطاء. لماذا؟ لانهم ما صحوش ولا ما داروش كما نقولوا حنا التصحيح للاخطاء نتاعهم في التدريبات الجماعيه وفي التربصات لي ستاج، ما نقولوا لي ستاج اللي يديروهم ما كانش. علاش ما كانش خدمه لونترينار؟ قلناها من الاول ما عندناش اونترينار. حنا كي نتكلموا هكا كاين الناس اللي تقول لها او كاين اللي قال باللي لعبنا مليح وعندنا اونترينار مليح. اذا شفت ماتش اخر انت يا اخي، انا بصحتك انا ما شفتش ماتش الاول تاع موريتانيا والماتش هذا. ما عندناش فكر تكتيكي، ما كانش لمسه المدرب، ما كانش طريقه لعب، هويه لعب. تجيب ميسي ومبابي وتعطيهم اونترينار ماجر جو في الجود، ما كان حتى شيء. واش عتنتظر منين نديروا لك والو؟ هاي واحد كيما ذاك بوعون هذاك والله تاع اي تاع مر هذاك تاع الباير، هذاك تعطيه من مصر يطيروا، تعطيه المروكي يطير، تعطيه التونسي يطير، لان عندهم مدربين يخدموا ومدربين عندهم سي في قوي، وتلقاهم حتى لاعبين سابقين والله عندهم سي في مليح صحيح. هذا ما انا ما شفتش انا لاسيت، نعرف الله اعلم كان حكم نادي حسين داي والله حاجه كيما هكا. انا باش نعرف باللي لونترينر هذا ما عنده والو، نعطيك مثال بسيط. ظهير ايمن داروا ظهير ايسر، 20 هذا كان تاع يلعب في اسبانيا، مودينا جوكرو يلعب في اسبانيا، داروا ظهير ايسر. هنا تعرف باللي لا علاقه في الاناقه، لا علاقه في الاناقه. ادر اريير دروا ديروا اريير غوش، نفرضوا راول اريير غوش يلعب ماتش موريتانيا مبليسي يا سيدي، معليش نبسطوها باش الناس تفهم. مبليسي عندك الدوزيام دوبلير، الى راك منتخب وطني وتسافر تلعب في مسابقه اقليميه ولا قاريه وانت ما عندكش الدوبلير، سامحني بين قوسين ابقى في بطوله واد كنيس احسن لك. بطوله واد كنيس فيها تلعب الدروات تلعب غوش ولا غوش تلعب الدروات، وتطيح امبان وتوقف وهذه هي، وتطيح وتوقف هذه هي. بصح باش اريير دروا يديروا اريير غوش في منتخب وطني، عمل المفروض في كل منصب عندك الدوبلير نتاعو، سامحني يا اخي لا يكلف الله نفس اللي وسعها. شوط اول ضاغطين المنتخب المصري قاب قوسين او ادنى من تسجيل الهدف الاول، نحضروا الصراحه. من بعد توالت الهجمات، عدنا مواهب، عدنا لاعبين يا ناس، عدنا ما عدناش اونترينار. قلنا على الخطره اللي فاتت ناس كاين ما عجباش الحال، قلنا لكم ما كانش مدرب من الاخر، ما كانش الفرص ضيع المنتخب المصري لي زوكازيون كذا، رغم انه كان شويه مغلوق اللعب. الشوط الثاني هنا تعرف باللي مصر قراك، قرا المنتخب الجزائري قراه. انا نعرف في ابجديات كره القدم الشوط الاول اللاعبين، الشوط الثاني للمدربين، هذا المنطق. بصح احنا ما عندناش مدربين، الشوط الاول لاعبين، الشوط الثاني لاعبين. احنا بالنسبه هكا، بالنسبه لينا هكا ما عندناش اونترينير. ها المنتخب المصري ما عندناش الشوط الثاني دار شونجمون مع البدايه، بعد دخل مليو ديفونسيف، دخل مليو ريليور ثم مليو اوفونسيف يلعب في لاتاك يعاون، ونتيجه وش هي؟ تضيع ضربه تضرب في لي بوا فاس فاس اللي جات المخالفه ماركا. علاش؟ خاطر فكر مدرب، هويه، طريقه لعب، كاين اونطريمون يخدموا بها، كاين تربصات يجيبوا منها الفائده في التربص. حنا والو، دير تربص ولا ما ديرش. هذا مدرب من مخلفات زاتشي، جابوا زاتشي كانوا يجيبوا في الجوار نتاعو النادي نتاعو، راح زاتشي بقات الديتيان، تبدلت العقليه والسياسه. باش هنا تفهم حاجه واحده يا جزائري، باللي في وقت ماضي لما هذه نفس الديتيان ونفس ليكيب اللي تخدم مع زاتشي تخدم الان مع الاتحاديه، بصح الطريقه تبدلت. سابقا كان كل شيء من نادي واحد، حبه من حبه وكريهه من كريهه. الان عادوا يجيبوا المغتربين وعادوا يبدلوا طريقه والسياسه تبدلت، لكن السياسه تبدلت، لكن نفس الوجوه، نفس العباد اللي كانوا يخدموا مع زاتشي هما اللي حطهم هما مازالوا يخدموا. انا اونترينير ما يعرفش يدخل دوغي في المقابله تاع لاعب كوينز بارك رينجرز
المقابله الاولى يلعب 7 دقائق، المقابله الثانيه يلعب 8 دقائق، يعني انجاز عظيم. لاعب كيما هذا ندخله هنا في العقل في الشوط الثاني، ما كانش الشوط الاول، دخلوا الشوط الثاني. لاعب تاع اكاديميه الفاف عمار هذاك رطى لي بيت، خلاص رطى يخرج يرومبلاسي دوغي، مش حتى نخلص 7 دقائق الاخرى و 8 دقائق الاخرى، مش هيقدر يدير لك الجوار. هنا تبين بلي ما عندكش فكر، ما عندكش تكتيك، ما عندكش طريقه لعب. طريقه لعب تاعك واش هي؟ بيناسينو فكوني، هذه طريقه لعب. طريقه لعب نتاعنا هي بيناسينو فكونا، ما كانش بيناسينو ما كان والو، ما كانش مهارات فرديه، يا المهارات فرديه فكيني، ما عنديش طريقه لعب، ما عنديش خطه. موريتانيا لعبت لك سكرت لك اللورا، ما قدرتش تدخل. مهاره فرديه من بوعون جا البيت، مهاره فرديه. والجوار هذا الناف لافون سونتر بوعون دار خدمه كبيره اليوم، خدمه كبيره دارها، على ما كانش يرجع لك المليو ويعاود يخدم المليو ويطلع. نورمالمون افون سونتر تخليه في بوانت وتخدم له وتجيب له اللي من اللورا يعاونوه، يعطوه الوجد. مي ما كانش، الحمد لله كي قلنا لكم ماجر في الجود ما كناش غالطين. الان اللي جوار انا بالنسبه لي هذا المنتخب ما يحرقوش، خليوه. قبل ما نتكلموا على لافينير تاع لي جوار حبيت نرجع للفرص اللي ضايعه، فرص عديده ضايعه المنتخب الوطني. هنا تبين لك باللي اللاعبين كاين الكاليتي، كاين لي كاليتي. هذيك تاع الاكاديميه الفاف تاع اللي ضربها في لي بوا تبين لك كاين لابات اكزيست، ولي جوار بيناسيونو فكونا. تخيلوا كون جينا من بعدين هذا من البيناسيونو خلاص قال لك ما عندنا ما نديرو بيناسيونو، نجيبو بطوله محلي، اسكو نقدروا نقارعوا مصر في بلادها، نوقفوا معها ندو الراطي وفاس فاس معاها، كونوا لوجيك. هنا تبين واش هي باللي اللاعبين برك هما اللي هازين ليكيب، يروحوا بيناسيونو هذوما ونخليو سياسه زرشي تمشي، ما كان والو، ما كان والو، ما كان حتى شيء، اوكان شونجمون. علاش؟ لان نفس الناس اللي تخدم مع زرشي مازال تخدم الان، مازال تخدم الان. لافينير انا بالنسبه لي هذا الكيب ما تروحش، الجوار ما نبقاوش نطيحوا عليهم، خاطر الجوار عندهم لي كاليتي، قلت عندهم، ما كانش صقل هذيك المواهب هذيك يصقلوها، شكون هو لونترينار؟ يذوب هذيك المهارات الفرديه في المجموعه اون جروب. في قوى الاتحاديه كيفاش خلي لكم نفس العباد يخليهم لكم انتم ساكتين ولا ما زدتوا لي بالسلفي؟ هفيقوا، مش نورمال، مش طبيعي، مش طبيعي. نفس العباد اللي يخدموا مع زرشي مازالوا الان في داخل المنتخبات الوطنيه، نفس العباد، ما كانش هويه، ما كانش قدمه، تربصات فكوني البيناسينو وخلاص. انا بالنسبه لي الجوار خليهم، البطوله هذه خليوها، خليو لي جوار يبرا خلاص، دوك طفرت صاي، خليهم لي جوار يكملوا خلاص. لكن في المستقبل نتمنى انها الاتحاديه تتحرك والديتيان هذه تروح، لان نفس العباد اللي يخدموا في الديتيان هما نفسهم اون كان شونجمون، ويجيبوا لنا كريم زياني يا اخي بشهاداته، ولاعب عنده بالمارس كبير وعنده سي في كبير وعنده شهادات تكوين في اوروبا ومحتك بالمستوى العالي، ولعب في الدوري الالماني والدوري الفرنسي، ولعب لاعب كبير ويعرف المستوى العالي وعنده في الراس، لانه قرأ تخرج من مدارس اوروبيه. نتمنى من مسؤولي الاتحاديه بعد ما تكمل الدوره هذه وتفوت وخلاص، ان اعاده النظر في الديتيان، اعاده النظر في المديريه الفنيه، وايضا اعاده النظر في منتخب اقل من 20 سنه. نطالب بكريم زياني، هو الحل، كريم زياني هو الحل. من الاخر اونترينر، جيب لي اونترينر في البطوله يفشل، بطوله المحليه بطوله واد كنيس يفشل، يلعب لك اريير غوش، يلعب لك اريير دروا، يدير لك اريير غوش، هذا تكفي يا اخي، تكفي من الابداع، ابداعات ما عادش خلاص، الابداعات تكفي، ابداعات خليها عندك. اذا خساره متوقعه، لكن بحاجه باش نتفاهموا فيها، خساره متوقعه لكن برافو لي جوار بالنسبه ليا، داروا عليهم، عندنا لي كاليتي، ما عندناش اونترينر من الاخر. ما عندناش اونترينر. هذه في الاخير ملتقانا مع مزملة فيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.